أخوتي وأخواتي في عالم الزراعة والنباتات المنزلية، أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات. طبعا اليوم احنا في مشتل بابل لهواة الزهور في محافظة بابل، سيد عبيس الحطاب. سيدنا السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. سيدنا، بقروبنا بالفيسبوك عالم الزراعة والنباتات المنزلية نزلت قبل كم يوم منشور حول الورد الجوري السلطاني، هو الورد الدمشقي سوري. هذا اي السوري، هذا الدمشق السوري العطري. سوري العطري عندك المشتل هسه، هذا عندك المشتل. طبعا اخوان الاعزاء شوفوا هذا كله بدايات التزهير، طلعته من النايلون مالك، مطلعه من النايلون بحيث متقسي جاهز للزراعه، هذا كله مجنبذ ومجنبذ، وهذا بأسمدة هاي سمد شلون، شوف هذا مسمد سماد عضوي والتربه كله راح يجنبذ عينه عبد الرحمن، كله يجنبذ سيد. هذا هاي الازهار عطريه مالته، الورد مالته عطري سلطاني سوري السيد. بس خلينا نشوف هسه، شفنا طبعا اخوان الاعزاء الشتلات مثل ما شوفتكم سيد، حتى تشوفونها اي نعم يعني شوف هسه هاي صغير مسمده وكامله احسن. اخوان هاي الشتلات موجوده، السيد يقول سعر الشتله ب 3000 بالمفرد، كل اثنين ب 5000 ومتوفره كميات، موجوده اسعار جمله ايضا. وهنا موجود بالمشتل ايضا هاي الشتلات، هذا هم سيد يمكن هذا هم كليته نفس الشيء. اي ها ما شاء الله، شوف اخوان الاعزاء هذا موجود ابو سامره، ابو سامره جخن 250 خير وبركه. شوف اخوان الاعزاء طبعا يجون، شوف هذا هاي الازهار عطريه اخوان الاعزاء، الازهار عطريه. سيد اكو شغله دائما المتابعين بالفيسبوك باليوتيوب قناه عالم الزراعه باليوتيوب يقولون سيد احكي لنا وياه على مود التوصيل. ما عندي توصيل. اي نعم عندي توصيل ما عندي. اي لان هذا زرع عندي تزوج طلع موزين طلع ما نفس اللي يريده، مو تقول مثل ملابس ورقم وهذا. بينما يجي هنا مثلا يجي سياره لاي شيء وانت يختار ويشوف بنفسه ويختار الزرع مالته. فاخوان الاعزاء انت اكثر من مره الاخوان راسلوني ابو عبد الرحمن قال للسيد هذا جنب العزيز عبد الرحمن اكثر من مره سوي توصيل. اخوان الاعزاء توصيل ماكو، هاي الشتلات امامكم وطبعا كميات مفتوحه، ايش قد تريدون موجود. هذا هنا العرض هسه، طبعا هذه النباتات معرضه للتقسيه، معرضه للظروف الجويه، ومثل ما تشوفون شكلها هذا مسمده بتسميد سماد عضوي وكلها مجنبذه ومعرضه للظروف الجويه. شوفوا قدام لا نايلون ولا كل شيء، عندك بعد 15 يوم السيد يقول التركي المطعم، الورد التركي المطعم ان شاء الله، يقول السيد مفاجاه ذاك. شوفوا اخوان الاعزاء كلها مجنبذ، هذا شوف يعني هاي الشتله هاي امامكم مجنبذه، وشوفوا تفرعات مالتها كلها حبوب، يعني مو تقول حبوده واحده. اي نعم يعني كهرش هرش هشين، يعني هذا امايه مثل ما نقول احنا امايه لانه شتله كبيره. انا من جاني قصت منه قلم ابو عبد الرحمن. اي ما شاء الله شوف سيد هسه مثل هذا، شوف هسه هاي قصت منه قلم سيد يعني. حتى انت من السماد عضوي شوف ما شاء الله، شوف اخوان السماد ساي وحتى السماد تكوم السيد مخليله، شوفوا هاي كوم دقيت منه قلم السنة. ما شاء الله والله اجاني عالي. اجاك عالي عالي اي وهسه انت دقيتها من عندك قلم. هذا اخوان الاعزاء هذا ما يتعلق بالورد الجوري الدمشقي، بالعراق نسميه السلطاني. طبعا اخوان الاعزاء كثير ما يعرفون، اكفد معلومه انا منزل عليها فيديوهات، انا بالنسبه لي هذا النوع من الورد اصنع من عنده مي الورد اللي بالسوق يتصنع من هذا ورد الطائف، مال الطائف في السعودية صنع من هذا النوع من الورد. الشغلة المهمة اللي ما حد يعرفها هماتين، هذا النوع من الورد نصنع من عند المربى الورد الجوري، يصير الطعم مالته روعة من هذا الصنف، حصرا من هذا الصنف الجوري السلطاني او الدمشقي، يصنع منه المربى الورد الجوري، ومي الورد من عنده ايضا يصنع من هذا الصنف حصرا. هذا اللي حبينا نقول لكم اياه. والسيد مثل ما كثير حملوني الامانه انه
ابو عبد الرحمن احكي لنا على السيد على خدمه التوصيل. 15 يوم مفاجئهم بالتركي ومطحهم. يعني بعد 15 يومكم مفاجئه. مفاجئه بالتركي ومطحهم. احسنت. طبعا اخوان الاعزاء واكو كثير من الاخوان راسلوني قال ابو عبد الرحمن حول التين القبرصي. سيدنا احكي لنا على التين القبرصي. صراحه اقول شنو جو كان قلع. اي نعم. هسه التين القبرصي بهذا الوقت يا ريتها تصير فكره عنه. شوف اخوان الاعزاء هذا المشتل موجوده مختلف انواع النباتات. حبيبي طبعا هنا خلينا نسترخص من السيد راح قدامنا بس هنا سيد نصير الحطاب. السيد نصير الحطاب والاخ ابو هادي. الايد اليمنى السيد واخوه ويعني شلون تقولون هم المشتل سوا وسيد نصير ابن السيد سيد عبويس الحطاب. الله يحفظكم ويرزقكم سيد استاذ ابو هادي. نروح للسيد، السيد خلي يشوفنا التين القبرصي. يعني كثير من الاخوان راسلوني قالوا ابو عبد الرحمن احكي لنا على التين القبرصي. هاي من داخل نفوت منها. ايه. شوف اخوان الاعزاء هسه احنا بنص الشتاء. شوفوا بنص الشتاء ولحد هاي اللحظة اكو ثمار. التين القبرصي شوفوا هسه هنا هاي حد هاي اللحظة اكو اوراق واكو ثمار. شوفوا هاي ثمار. اي اي هاي هسه ها شوفوا. وانا البارحة اول بارحة نزلت منشور عندي التينات التين القبرصي بالحديقة. شوفوا اخوان الاعزاء هاي حد هاي اللحظة التين القبرصي ينتج ثمار. سيد هذا يعني عندكم هسه جاهز للبيع؟ ها خير وبركه. لا والتين القبرصي موجود هسه عند السيد. سيد هذا شنو نوع مال هذا التمري اللي مره نزلت منشور عليه وانا ما شاء الله. شوف هذا حلو انا ما اكل من عنده. شوف اخوان الاعزاء سنه ما مطعم من عنده. شوف هذا النبق التمري. سيدنا راح ناخذ من رخصتك. لا هاي تفاحي. هذا تفاحي ها. وين التمر العد؟ ها التمر هذا التفاح العد. انا وين؟ هاي هذا بمان اليمن يا ابو وين؟ ها هذا راح تدقه قلم ان شاء الله. قلم كله. هذا التمري مو؟ هذا شوف صلى على محمد واله الطيبين الطاهرين. شوف اخوان الاعزاء هذا التمر شوف الحمل مالته. شنو هذا ما عندي. ما عندك هسه ما مجهز ما عندك للبيع. شوف. شوفوا شوف الحمل مالته ما كافحته. شوف سي ما كافحته صلى على ما. شوف اخوان الاعزاء ما شاء الله تبارك الله. سيد هاي انا يعني راجع من الدوام تعبان هاي اجي اجيب لي علاقه وامليها من عندك. هاي هذا هسه حلو هذا مو سي بس يمكن ما اعتقد شو بالك سلك بعده لان ما كافحته. دقيقه هسه شوف اخوان الاعزاء الحمل خير من الله. نزل ما شاء الله. شوف اخوان بس المنظر مالك شلون. سيد روعه هذا. ماكو هذا اخضر وحلو سيد اذا هذا اذا يصفر شلون يصير؟ حلو. شوف الحمل اخوان. كثر الشمس من هناك اشوفهم خرطمه. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. سيد اذا هيك عندك غير الطعم هذا غير تجهز الناس. والله سويت انا بمحط طعم لي اياه. انا كل شيء اعرف بس تطعيم ما اعرف. ها. زين كل شيء اعرف الشغل بس التطعيم ما اعرف. جبت اهل النجف وعطيتهم فلوس 250 وطعموا لي 100. سيد هسه يلحقون اذا واحد من بابل. الا بالرابع. ها الا بالرابع. يا الله ان شاء الله سيدي يطعم لكم من هذا النوع اللي يسمونه التمري. طبعا هنا جناح الصباريات هذا نوع اشكال كبار قبرصي مفضل وراح اعيد نشاطه. ها يعني هذا هسه هذا تين قبرص هذا إيه؟ جاهز للبيع يعني. عندي هنا جاهز انا ما جاهز حولته توني. ها خير وبركه. كان بسندانه كبير ابو عبد الرحمن ما تنشال. خير وبركه ان شاء الله. مفضته هنا بنخلته عيني ما يعيد نشاطه. احسنت وبارك اخوان هذا الجناح مال الصباريات عند السيد. هنا الحمضيات انواع واشكال كل شيء متوفر. هذا الانتاج مالتهم. جيب عائلتك وغير جو واخذ لك زرعات بهسه الوقت تزرعهن توكل على الله. بالختام سيدنا
حفظك الله. نشكرك على هاي الفيديوهات. من لك الموفقية. طبعا اخوان الاعزاء بالقناة وبالهذا اكو فيديوهات كثيرة جدا تعليمية للسيد عبيس الحطاب، ينصح بها اصحاب المشاتي للمزارعين. اتمنى ترجعوا لها وتشوفونها لان بها معلومات كلش مفيدة. مشكور سيدنا، تعبناك بهذه الظهرية هاي. اخواننا بالختام نستودعكم الله وفي امان الله. كان معكم ابو عبد الرحمن من عالم الزراعة والنباتات المنزلية. في امان الله.